خلال هالفيديو مشاهدينا اكيد عرفتوا انه معنا دكتور هياف ياسين مدير قسم الموسيقى العربيه بالجامعه الانطونيه تنحكي معه اكثر عن امسيه من التقاليد الموسيقيه العربيه اللي هي من ضمن فعاليات طرابلس عاصمه للثقافه العربيه لعام 2024. صباح الخير دكتور. صباح النور إليك ولكل المشاهدين الكرام وشكرا على الاستضافة. شكرا لك لوجودك معنا وشكرا على هالألحان الجميلة اللي بترجعنا للزمن الجميل. تسلمي. بالبداية أكيد رح نتطرق معك عن دور قسم الموسيقى العربية بالجامعة الأنطونية بتأهيل الطلاب نحو الموسيقى والأنماط الموسيقية المختلفة. نحن بالجامعة الأنطونية في عنا كلية مختصة بالموسيقى اسمها كلية الموسيقى وعلم الموسيقى، وهذه الكلية بتقدم دراسات موسيقية لمختلف الأنماط. أحد الأنماط المباشرة لها علاقة بالموسيقى العربية وتحديدا العربية الفنية أو الكلاسيكية، واللي أنا برأس هذا القسم. فمن ضمن دراسة الطلاب في عنا دائما هذا النشاط اللي بنعرف فيه بمسيرة طويلة للطالب بشكل كتير علمي ومنهجي وأيضا تطبيقي على هذه الموسيقى، وخصوصا عصر النهضة يعني الموسيقى العربية الأصيلة. وبطبيعة الحال أيضا الكلية لازم يكون في عندها إطلالة على الجمهور هي وطلابها من خلال ندوات، من خلال حفلات، واللي حكيت عنه كانت هي عبارة عن حفلة قمنا بتنظيمها وأديناها من كم يوم. نعم، نحن أكيد رح نتطرق للأمسية خلال الفقرة، ولكن بالبداية لازم نشير أنه قسم الموسيقى بالجامعة الأنطونية مش بس له فعالية على الطلاب، ولكن هو فعاليته بتمتد لنشر الثقافة بالمجتمع ككل. صحيح، مشان ما تضل الأمور بإطار النظري فقط وبإطار عدم إسقاط يعني الدراسة والشهادة على الأرض. هذا شيء كتير بتشغل عليه الجامعة، أنه يكون دائما في نوع من الرابط بين الواقع وبين الدراسة اللي عم تقدمها بقلب الكلية. مشان هيك من أحد أهداف الكلية إلى جانب القيام بالدراسة وإلى جانب تعليم الأطفال أو الطلاب عفوا وثقلهم، في عندها نوع من الإطلالة على المجتمع من خلال حفلات، بتكون حفلات موسيقية موجهة راقية محضرة، إضافة إلى ندوات وإضافة إلى أنشطة أخرى أيضا. نعم دكتور، اليوم بحسب خبرتك الطويلة بهذا المجال أكيد بتعرف أنه اليوم في دخول لأنماط موسيقية جديدة، واللي أكيد بتختلف عن الموسيقى التقليدية القديمة اللي نحن ربينا عليها واللي نحن عشرناها بالزمن الماضي الجميل. كيف اليوم عم بيتم توجيه الطلاب نحو الأنماط الموسيقية الصحيحة ونحو الرجوع للموسيقى العربية الأصيلة اللي هي جزء من تراثنا؟ صحيح، سؤال حلو كتير وواسع وفضفاض. للحقيقة كل بيت يعني يمتلك نوع من الثقافة وحابب يتعب على أبنائه وأولاده، بتلاقي أنه الأطفال أو الأبناء بيطلعوا بشكل كتير عندهم خلفية باك جراوند منيحة على كافة الأصعدة ومنها الجانب الموسيقي. أما إذا تركنا الشاب على هواه هو يختار، فهو يصير يعني بين يعني هو حظه مثل ما بيقولوا، فيا اما ممكن ينحرف اكثر باتجاه الموسيقات الرائجه، وهذا شيء كثير طبيعي لانه في ضخ كثير كبير بشوفهم كان بالسوشيال ميديا، كان بوسائل الاعلام، دائما بشوف هذه الامور، او كان حتى بالحفلات اللي بتصير محليا واللي هي مدعومه كمان اعلاميا وغيراته. هاي المساله كثير يعني بمحل معين للتخصص خطره شوي، لانه الموسيقى ذات الطابع الاستهلاكي من الموسيقى الجديه اللي عندها عمق الانساني واللي نحن بنبحث عنها. الدراسات الموسيقيه كلها والجماعيه منها طبعا بطبيعه الحال لازم تتوجه نحو الانماط الموسيقيه اللي انت تفضلتي وسميتيها، هي جديه اكثر اصيله اكثر، وجزء من هذه الدراسات لازم يكون لها علاقه بهويتنا الثقافيه، اكان لبنانيه بشكل مصغر، عربيه بشكل اوسع، والتثقف نحو كل موسيقات العالم. نعم، قد ايه حلو يعني عن جد نكون اكيد منفتحين على الموسيقى العالمية، ولكن كمان نكون عم نحافظ على موسيقتنا اللي هي جزء من هويتنا إذا بدنا نقول اليوم، واللي إذا نحن تخلينا عنها منكون عم نبني اليوم جيل مبتعد جدا عن اللي نحن تربينا عليه. هذا أكثر موقف متوازن، إنه الإنسان يكون متعرف على هويته الثقافية بهذا الزمن، ويكون متعرف بشكل علمي وبشكل منهجي وبشكل حقيقي، ويتمرس هذا الموضوع منذ طفولته، منذ نعومة الأظافر. ولما بيختار، لما بيكبر فيه يختار اللي بده إياه، أما الاستمرار بهذا النهج أما التعرف على الأنماط الموسيقية المختلفة بالعالم. يعني عندنا كتير أنماط موسيقية من أوروبا، من أفريقيا، من أمريكا شمالا، اللاتينية جنوبية، الشرق الأقصى إلى آخره. كل هذه الثقافة بتغني لهذا الإنسان، ولكن شرط أنه ما يذوب بالعولمة، خصوصا بهذا الزمن في عندنا نوع إذا بدك من الهجوم بالعولمة على الثقافات المحلية الصغيرة. دكتور، ما هذه النقطة اللي كان بدي اتطرق فيها معك بالتحديد، انه اليوم بوجود السوشيال ميديا
اللي هي عم تفتح ابواب اليوم لعدة يعني مجالات، واكيد منها المجالات الموسيقية والانماط الموسيقية الجديدة. اليوم يمكن كتير منحس في مواهب جديدة عم تطلع على السوشيال ميديا، منا ذو الكفاءة او ما بتغني الانماط او بتعطي الانماط الموسيقية المضبوطة. اليوم كيف انتم اليوم عم بتواجهوا الطلاب، وكيف عم بيكون لكم دور بمكافحة هالاشياء اللي عم بتصير؟ السوشيال ميديا للحقيقة سلاح يعني خطير جدا، ومشكلته انه ما بيتطلب شروط او قيود لحتى الانسان يطلع عليه ويعبر بمعزل عن الشيء اللي بده يقدمه. فمشان هيك ممكن نشوف كثير من المواد اللي عم يتم تقديمها هي مواد يعني لا تخضع لقيمه لا انسانيه ولا ثقافيه، خصوصي بالجانب الموسيقي. فبنشوفها بكثره، يعني اي انسان ممكن يقدم على السوشيال ميديا، اي انسان ممكن يغني، اي انسان ممكن يعزف ولو كان حاطط شيء ما عنده تلك القيمه ابدا. هيدا لما بيوصل لمسامع ابنائنا بشكل كثير كثيف ومدعم، وبيشوفوه بمظاهر يعني فيها فيديو من هون حلو، فيها قصص لعوبي على العين اتراكتيف يعني بتخليه يكون جذاب، قصص ويمكن فكاهيه المنظر الخارجي كمان بالضبط اليوم عم بالضبط. بيلعب دور معين، فهيدا بيأثر اكثر على انه ممكن بمحل ما معين يتحول او تتحول الذائقه من ذائقه راقيه تبحث عن الجمال بمعناه العام والمثالي الى امور كثير بسيطه. هيدا شيء كثير خطر، نحن مش بسهوله فينا نكافحه، لانه هذا شيء كثير عالمي وبده سياسات عالميه، ولكن المؤسسات التربويه او التعليميه من مدرسه الى ثانويه الى جامعه والى البيت مطالب بنشر هذا الوعي والتوازن بالتعاطي مع السوشيال ميديا. لذلك الانماط الموسيقيه اللي بتسعى انها تقدمها كليه الموسيقى بالجامعه الانطونيه هي انماط موسيقيه تهدف الى الارتقاء بالانسان وتبتعد عن الموسيقى المبتذله والرائجه. حلو دكتور، بعدنا شوي عن أجواء الأمسية، تنرجع معك عن هالأمسية المميزة اللي صارت، خبرنا كيف اجت الفكرة وشو كانت الأهداف الرئيسية لتنظمت هالأمسية؟ للحقيقة نحن كنا بشكل دوري كلية الموسيقى بفرعيها يعني جامعة الأنطونية ببعبدا وبمجلية صغيرتها بشمال، بنوع من إذا بدك دورة هيك نشطة جدا من إقامة الحفلات والندوات والمسابقات طبعا. وما شكل ذلك، إلى أن الأزمات المتلاحقة من 2019 لحديت هلأ القاسية أحالت دون أنه نقدر نطل على الجمهور بشكل حفلات عندها تنظيمها وعندها جمهورها. لذلك أخذنا المبادرة بكثير من الإرادة أنه آن الأوان رغم كل الظروف المحيطة حوالينا الصعبة، وبتعرفي من دون ما نذكرها ونوجع قلب المشاهدين، أخذنا المبادرة أنه يجب أن نرجع أن نحيي هذه الفعاليات، نتجه أكثر نحو الجمهور. نحن كائن حي، الجامعة وأفرادها هي كائن حي بمحيطها وبتلعب دور كتير حيوي لتنشيط لتفعيل الحياة ككل بمعناها الاجتماعي وتحديدا بمعناها الثقافي والموسيقي. أخذنا هذه المبادرة وزوجناها مع مناسبة كتير مهمة اللي هي انتخاب طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024، وتستحق هذه المدينة اللبنانية. مدينة طرابلس مدينة عريقة موجودة في صلب الكيان اللبناني منذ نشأته وقبل. مسألة كتير مهمة انه نرجع نتعاطى مع هذه المدينة ببعدها التاريخي الكبير وعراقتها، خاصة انه الدولة اليوم ما عم تهتم فيها ولا بشؤونها نهائيا. هذه مسائل اخرى مشان ما كتير نضوي على الامور الناقصة اللي بنعرفها المواطن، خلينا نحكي عن الجمال بمحل ما معين وعن ارادة الشباب. هون تلاقت الارادة اذا بدك بيننا كجامعة انطونية كلية الموسيقى فيها، بين ناس وفعاليات ومجتمع مدني بيحبوا الجانب الثقافي والموسيقي، وقدرنا نستحصل مشكورا على رعاية معالي وزير الثقافة الأستاذ القاضي محمد وسام المرتضى، وقدمنا هذه الأمسية على خشبة مسرح الجامعة الأنطونية بفرع مجلية صغرتها في سياق طرابلس عاصمة للثقافة للعام 2024. قد تكون هذه أول حفلة أطلقت بهذا الشكل بأول شهر من هذا العام العام 2024. وكيف كان وجود الطلاب بهالأمسية دكتور، وشو تضمنت؟ خبرنا هيك، اعطينا شوية أكثر تفاصيل. أول شيء كان بدي واجه تحية يعني للي حضروا وإجوا من مسافات كتير بعيدة ومتفرقة واستمتعوا وأمتعونا بحضورنا اللطيف. الفرقة اللي قدمت الأمسية هي عبارة عن فرقة التراث الموسيقي العربي اللي بتتألف من 6 عناصر، اللي أنا بقودة على آلة السنطور، في معنى أستاذ كريستو العلماوي عود وغناء، مدموزيل ديامن كوين شايا غناء، مدموزيل فيرونيكا حنوش على الفيولون، أستاذ نجل العريضي على الرق،
والاستاذ اندرس ترس على الدربكي، وكل هؤلاء الموسيقيين دون استثناء هن بطريقه او بشكل من الاشكال مروا بكليه الموسيقى وتخرجوا منها وتحولوا الى شباب وشابات فاعلين ومحبين للثقافه وللموسيقى، وحابين يقدموا الموسيقى. شوفي هون المفارقه، التقاليد الموسيقيه العربيه، التراث الموسيقي العربي، انما بانامل وحناجر شابه محترفه وعاشقه لهذا النوع من الموسيقى. نعم، ذكرت آلتك اللي هي السنتورة، مظبوط؟ سنتور. قلت لي انه هي آلة نوعا ما جديدة. صحيح، هي فخبرنا دكتور، قلت لي تحت الهواء. صحيح، آلة السنتور هي آلة كتير بتشبه آلة القانون تحديدا. آلة القانون وآلة السنتور هن نوع من الطاولة اللي بتنشد عليها الأوتار، فتسمى من عائلة قيثار الطاولة، سيتار تابولير. هذه القيثارة القانون ينقر نقرا بواسطة الريشة اللي بنحطها بالأصابع وبننقر عليها الأوتار، بينما السنتور مثل ما عم نشوفه هون بالصورة بيكون حامل العازف بإيده مضربين من خشب وبيضرب الأوتار. هيدي الآلة كتير قديمة بالتاريخ، يعني يعود جذورها تعود إلى ربما 2700 سنة أو أكثر، ومذكورة بالعهد القديم بسفر دانيال، ودخلت على أوروبا بالقرون الوسطى وصارت تعرف بأسماء كتيرة. أهم تسمية لها هي سامبالوم. وبعد فترة الأوروبيين اكتشفوا أنه في إمكانية يعملوا ميكانيك معين، وابتكروا لوحة مفاتيح وربطوا كل وتر بالمضراب الخاص فيه، وصار عندنا آلة اسمها كلافي سامبالوم اللي ولدت فيما بعد آلة البيانو الشهيرة اللي فينا نعتبر هلأ اليوم أنه البيانو هو حفيد آلة السنتور، أو السنتور هو الجد الأكبر لآلة البيانو. شو حلو، حلو أنه نكون عم نتعرف على هيك آلات، يعني أكيد ما في غير المتخصصين مثل حضرتك بيعرفوا فيها، واللي أكيد بتقدم نوع ونمط موسيقي كتير مميز، ومثل ما شفنا بالفيديو كمان أول شيء. دكتور، هل في مثلا تتم لهالأمسية؟ هل عم بتخططوا لمشاريع مستقبلية تقوموا فيها؟ صحيح، نشاط كلية الموسيقى وعلم الموسيقى بالجامعة الأنطونية وأيضا فرقة التراث الموسيقي العربي نشاط مستدام ومستمر. السنة رح يكون عندنا عدة فعاليات، خصوصا أنه الفعالية المهمة هي طرابلس عاصمة الثقافة لكل العام 2024، وحتطلق يعني رسميا بحضور معاليه مفترض بشهر 5 بأيار وتستمر كل الصيف. فنحن محضرين حالنا على رزمة واسعة من المشاريع كبيرة، يعني حفلات بأكثر من اتجاه، بأكثر من إطار، بأكثر من عناصر، حفلات المحترفين، حفلات حتى للأطفال، رايحين باتجاه ندوات، رايحين باتجاه ورش عمل، مسائل كتير نكرم بعض الشخصيات الموسيقية، نضوي على أنماط ما معينة، خصوصا وأنه صغر لبنان بتحسي أنه كل المناطق إلى حد كتير كبير تتشابه. فمنعتبر أنه طرابلس جزء ومكون من لبنان، والاهتمام فيها والاهتمام بهذا الحيز الثقافي هو دليل شفاء وتعافي لكل لبنان إذا أردت. يعني نحن رح نكون بانتظاركم أكيد، لأنه شكرا. هيك أمسيات إلا أهمية وإلا رقي ما بيتمن أبدا. شكرا. بس دكتور بدنا منك تقلنا كيف فينا نتابعكم ونتابع أعلان هالنشاطات تنكون أكيد عم نتشارك معكم. من المفترض أنه يصير في حالة إعلامية كتير كبيرة وكتير جامعة على أطلاق سلسلة أو رزنامة من هذه الأنشطة. طبعا رح يتبلغ كل اللبنانيين عبر وسائل الإعلام، ورح تكون محطة الالتقاء هي طرابلس بجغرافية الكتير كبيرة لحتى تستقطب كل اللبنانيين. اللي زار طرابلس لازم يرجع يزورها ويشوفها بحلتها الجديدة المفترض تكون لبستها بشكل كتير أحلى. اللي بعد ما حصل له الفرصة من المناطق البعيدة يزور طرابلس هذه فرصة، وإن شاء الله بقدر أقطع صيف مليء بالموسيقى، بالغنى، بالسعادة، بالفرح، وبالسلام. والسلام أكيد أكيد. نحن يعني بفضلك، بفضل حبك لطرابلس حببتنا نحن أكثر وأكثر فيها، وأكيد بندعي كل المشاهدين تكون عم بتزورها لأنها بتستحق كل التكريم وكل التقدير. أكلات طرابلس كتير طيبين وحلوياتها كتير طيبين. طبعا كتير عن جد كتير. نحن أكيد بدنا نتشكرك لوجودك معنا اليوم، وبدنا منك بختام هالفقرة أنه تكون عم بتوجه اليوم كلمة أخيرة، وهي تحديدا توجيهات اليوم للجيل الجديد اللي عنده حلم موسيقي. اليوم شو بتقله وكيف بتوجهه؟ يعني حضرتك عندك خبرة كتير طويلة. لكل من يمتلك يعني موهبة بالموسيقى وحلم بالموسيقى، هيدي نعمة من رب العالمين، وهيدي إشارة من رب العالمين لمتابعة ورعاية واحتضان وتنمية هذا الحلم وتكبيره. ونحن مستعدين على الصعيد الجامعي ككلية موسيقى وعلم الموسيقى لاحتضان هؤلاء الطلاب ولتقديم المعارف والمهارات اللازمة لحتى يتحولوا لموسيقيين أو مربين موسيقيين أو معالجين بالموسيقى أو محبين للتكنولوجيا وهندسة الصوت أو كل هذه المجالات متاحة لحتى الإنسان
يتسلح بسلاح المعرفة، خصوصا سلاح الموسيقى، ومن لهم ما تقلقوا أبدا لأنه هن المستقبل. مجرد يكون عندهم حقيقة محبة صادقة وإرادة كتير قوية بيقدروا يوصلوا لحلمهم إلى أبعد إلى أبعد وما أبعد من ذلك. يعني أكيد بفضل وجود أشخاص متخصصين مثل حضرتك دكتور، نحن وبلدنا وثقافتنا وتربيتنا الموسيقية بألف خير. تحية كثير كبيرة لك دكتور هياف ياسين، مدير قسم الموسيقى العربية بالجامعة الأنطونية. تحية لكم ومشكورين على كل الجهود اللي عم تقوموا فيها، وإن شاء الله دايما بالاستمرارية والنجاح. شكرا، شكرا جزيلا. مشاهدينا نحن رح نتوقف لبريك صغير ورح نرجع نتابع مع آخر فقرة لنا مع زميلتي داليا، فما تروحوا لمحل وخليكم عم تتابعونا.